كل المقاومه تحتاج تمويل. اذا على السلاح اليوم المقاومه بالعراق قادره على ان تصنع اسلحه ما موجوده حتى الدوله العراقيه يمكن ما تمتلك من عندها، وتصيب اهدافها بدقه وستلاحق الامريكان حتى اخر جندي منهم وتجبرهم على الخروج من العراق. كلامنا صريح واضح. علاقتنا بالإخوة بالحرس الثوري وبالجمهورية الإسلامية علاقة وطيدة ومتينة، لكن لم يفرض الإخوة في الحرس الثوري حتى الشهيد الحاج قاسم سليماني لم يفرض يوما قرارا على أي فصيل من فصائل المقاومة. قراراتنا نحن نأخذها ونحن من يطبقها على الأرض.